وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي الراكب في مركبة كريم 757 مركبة كريم سليمان. هيك أنا بدي هذه الرحلة. سوف تستغرق رحلتنا 13 دقيقة والتوقيت المحلي والساعة 2 مساء. وسوف نحلق على ارتفاع 0 قدم وسوف تكون سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة. في حال تعرضنا للعواصف الرملية نرجو استخدام الكمامات الموضوعة لديكم بشكل صحيح عن طريق معط الحبلين ووضع خلف الرأس زي كذا. إيش السالفة؟ أما في حال تعرضنا للمطبات الأرضية وشعوركم بحومة التبت والغثيان نرجو استخدام الأكياس الورقية التي موجودة لديكم في حال الحاجة لا سمح الله. ونود الالتزام بربط حزام الأمان وتعليمات السلامة. وهناك